الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين والخطائب الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لدي صلاة وطبقة تدوب بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح شطر الإيمان النكاح نصف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح شطر الإيمان النكاح من سنتي فمن رضي عن سنتي فليس بي حاضرین کی موجودگی میں کل عوض 21,000 روپے سے خراج وقت علاوہ نفقہ کے آپ کے حق میں دیا آپ نے قبول کیا میں محمد کمال اختر ابن مولانا قاری قطب الدین رحمہ اللہ صادق تاشاہ فیض آباد مسجد کے امام میں مدرس الجدہ محمد فیض آباد اپنی موکلہ عالمہ تبسم جہاں بنت الحاج قارئ وحید صاحب محلہ سباس نگر شہر فیض آباد کو گواہ خصوصی اول حضرت مولانا عظمت علی بن حبیب اللہ مرحوم محلہ ناکہ مقبرہ شہر فیض آباد سے ملاقات کیا گواہ ثانی جناب جلیل احمد قادری بن محمد عزیز مرحوم محلہ راجہ گلی جو فیض آباد دیگر علماء کرام شورا قرا اور سامعین ذاکرین حاضرین ان کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں بیوز 21,000 روپے سے خراج وقت علاوہ نان نسخہ کے دیا آپ نے قبول کیا قبل تو ہاں قبل تو ہاں قبل تو ہاں میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين كريم رحم عليك بندہ نوازا یہ نکاح کا پروگرام جو ابھی ابھی عمل میں آیا ہے مولا اس نکاح کو قبول فرما زوج اور زوجہ کے درمیان الفت و محبت عطا فرما دونوں خاندانوں میں الفت و محبت عطا فرما زوج اور زوجہ کے متعلقین جو ہے ان کے درمیان آپس میں محبت عطا فرما مولا ہم لوگوں کو اس نکاح کی برکات سلام سے مالا مال فرما ہم لوگوں کو سادگی کے ساتھ
سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة بن أمية رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين هاجر رضي الله عنها وبين إبراهيم عليه السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف عليه السلام وزليخة رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي بن مرتضى رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. بارئ الله اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم تمام لوگوں کو سنتوں کے مطابق اپنے ساری تقریبات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکات جتنے حاضرین ذاکرین سامعین سب کو مالا مال فرمائے. قال اللہ تعالی فی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا محمد. فصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمته وبركاته. سلام کھڑے ہو گئے تو مجمع اس طرف جاتا ہے سگنیچر کرتے ہیں ویڈیو آئی سگنیچر کہاں کی ابھی ویڈیو بنا سگنیچر کرتے ہوئے ویڈیو بنا جائے سنیو بھائی اس پہ سائن کروانا آپ